بارك الله فيك، شكرا لك. فيما يخص لكل حد التحضيرات بالنسبه اولا للتذكير فقط، انا عضو رئيس جمعيه اولياء التلاميذ، رئيس جمعيه اولياء التلاميذ، هذا للتذكير فقط، مرحبا به. قلت بان بالنسبه للتحضيرات خاصه بالنسبه لهذه السنه، صحيح ان الاولياء والتلاميذ والاساتذه رفعوا التحدي فيما يخص هذه السنة الدراسية اللي هي فريدة من نوعها يعني صراحة، ولكن مع مرور الزمن رأينا بأنه كانت هنالك يعني تحسن كبير من حيث التعامل مع هذا الظرف بالذات، خاصة سواء من جانب الأساتذة والإطارات التربوية والإدارة إلى غير ذلك، وكذلك الأولياء، يعني حتى الأولياء تفاعلوا مع هذا القضية بإيجابية. بالنسبة للتحضير، الأولياء طبعا يحضروا ككل سنة تحضيرات أبناء المولى ويرافقون أبناءهم للوصول إلى هذه النتيجة، خاصة أننا نعلم بأن هذه النتيجة بالنسبة لأبنائهم مصيرية. وطبعا كانت هنالك تجاوب من طرف كثير من الأولياء وتعاملوا معها بإيجابية، والحمد لله اليوم كثير من الأولياء مرتاحين. ربما هنالك تخوف طفيف، ولكن التجربة والممارسة والأمور اليومية اللي سمحت للأولياء والتلاميذ التعامل مع هذه الإجراءات والتدابير الخاصة بكوفيد-19، وبالتالي المراكز مهيئة كما كانت المؤسسات التربوية، أكيد أنها كانت كذلك مهيئة وكانت تقدم نصائح التباعد، قضية الأقسام التي كانت مفوجة، بمعنى ما كانش 40 و50 تلميذ في القسم وإنما 20 تلميذ في القاعة، وهذا ما يسمح بتحقيق التباعد وكذلك التهوئة على القسم وما إلى ذلك من الأمور. إذن إذا كان هنالك تخوف من جانب آخر، هو أنه معناتها كان هنالك صراحة، وهذا لمسناه لما اقتربنا من الأساتذة، قضية إتمام البرنامج، يعني كان ذلك بشق الأنفس وبصعوبة كبيرة. طيب جميل، ابقى معنا فقط أستاذ عزيز الرخصة، أعود للأستاذ جهيد حيرش. الآن لما نتحدث عن أبرز التحديات التي تواجه التلاميذ المقبلين على اجتياز هذا الامتحان المصيري بالنسبة لهم، ثاني امتحان مصيري بالنسبة لتلاميذنا المقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، الآن في ظل هذه الظروف الخاصة، في ظل صرامة تطبيق البروتوكول الصحي، أي عقبات ترون أنها فعلا حاجز أمام التلاميذ؟ هل ربما تعتقدون أن كل هذا البروتوكول الصحي، ضبابية المشهد الصحي، نتحدث كذلك بالنسبة للإجراءات الوقائية المسطرة الصارمة في المؤسسات ومراكز اجتياز الامتحانات، هل تعتقدون أنها ستؤثر سلبا على مردودية التلاميذ في هذا الامتحان؟ لا أظن أن منهم استازوا ذلك ربما مع بأنه تقريبا سنتين تمر على هذا الوباء والتعايش معه. بالطبع هذا ما كنت أنوي يعني تطرق إليه، أن القطاع كله والتلاميذ والمنتسبين القطاع يعني تأقلموا مع الوضع، مع البروتوكول الصحي، وحتى هذا يلاحظ يعني ميدين في المدارس تاعنا، في أن التلاميذ تأقلموا مع هذا البروتوكول الصحي، واليوم ما عادش يشكل يعني هاجس أن البروتوكول في حد ذاته، يعني اليوم نظن أن تلاميذنا في أريحية، خاصة لما ذكر الأخ أن يعني تطبيق البروتوكول الصحي كان فيه تفويج في الأقسام، يعني هذا الشيء اللي كنا احنا كنقابة التربية كنا نطالب به منذ زمن، نقول لما التلميذ يدرس في قسم مرتاح يعني في 20 بتفويج، يعني كان يعني له الجانب الإيجابي من ناحية البيداغوجية للتلميذ، ربما الهاجس الوحيد أن فيه كان فيه ضغط نوعا ما على في تطبيق البرنامج، رغم التعديلات اللي دارتها وزارة التربية مرتين على كل حال في البرامج الدراسية، ولكن بقى نوع من الضغط اللي تعرض له المعلم والمتعلم على حد سواء. ولكن الشيء اللي ريح ربما الأولياء والتلاميذ على حد سواء، هو أن وزارة التربية راح توضح أسئلة ضمن البرنامج اللي تلقاه التلميذ وضمن دروس تلقاها التلميذ، يعني ما يكونش هيكون أسئلة ضمن خارج البرنامج هذا. هذا الشيء يعني يعطي نوع من الأريحية للتلميذ أنه سوف يسأل في المواضيع التي درسها في القسم. قلت ربما الشيء اللي يشكل ربما هاجس نوعا ما هو الضغط اللي كثافة البرامج اللي تلقاها التلميذ خلال الموسم الدراسي، هذا يعني يقدر نتجاوزه عن طريق المراجعة الجيدة اللي يديرها التلميذ قبل الامتحان.
طيب أستاذ عزين زروق، هل التمستم ربما تخوف كبير من طرف أولياء التلاميذ أو التلاميذ بشكل خاص فيما يخص تطبيق هذا البروتوكول الصحي الصارم المسطر من طرف الوزارة الوظيفية لإنجاح هذا الامتحان؟ هل واجهتم ربما بعض التلاميذ الذين يؤكدون أنه ربما قد أثر سلبا على مردودهم الدراسي أو بالنسبة لاجتيازهم هذا الامتحان؟ لا ابدا، يعني صراحه معناتها المعايشه والمرافقه لهذا البروتوكول وللتدابير هذه معناتها كانت كما سبق لك وانا ذكرتي مشكوره، انه قضيه مده سنتين، بمعنى احنا الان رانا تعايشنا مع هذا الوباء ورانا طبعا نتعامل معه ايجابيا، بمعنى كاين بروتوكول صحي، كاين التباعد، كاين هذا الامر رانا تنفرغ منه حتى في البيوت، يعني بعض الاولياء بعض العائلات ما زالت معناتها محافظه على هذه الامور، وبالتالي التخوف غير موجود. ناهيك زيادة على ذلك أنه أبنائنا معناتها اجتازوا شهادة امتحانات الفصل الأول ثم امتحانات الفصل الثاني وبما فيهما من فروض ومن استجوابات وما إلى ذلك، بمعنى هذه الأمور كلها كانت تمشي بأريحية تامة. التطمين الثاني فيما يخص الأمر البيداغوجي، هذا إذا تكلمنا على الجانب الصحي، إذا تكلمنا على الجانب البيداغوجي طمأنت الوزارة فيما يخص أن الأسئلة تكون على الأمور التي تطرق إليها أبنائنا، طبعا كثير من الأولياء ارتاحوا واستقبلوا هذا الأمر بفرح وارتياح، هذا يخلي أبنائنا أولا يرتاحون معناتها يطمئنون أنهم لن يمتحنوا إلا فيما درسوه وما معناتها أخذوه من أساتذتهم، معناتها هذا الشيء هذا الأمرين تربويا وبيداغوجيا وصحيا نظن بأن الأمور تسير بسلاسة تامة، ونتمنى إن شاء الله النجاح يا أبنائنا. طيب جميل، أعود للأستاذ جهيد حرش. الآن بعض التلاميذ يتابعون عبر شاشة الشروق الإخبارية، نعلم أنه حتما يكون فيه توتر قلق ضبابية، يعني ما علمهمش ربما ماذا ينتظرهم في مراكز الامتحانات خوفا من صعوبة مواضيع الامتحان في جميع المواد اللي راح يمتحنوا عليها. الآن أي رسالة قد نوجهها لهذا التلاميذ بما أنه احنا شزنا هذا الامتحان، وحتى ولو كل الكلام اللي راح يقوله لنا الأولياء أو التلاميذ أنه هو امتحان بسيط لكن هم في ذاتهم يكون امتحان مصيري بالنسبة لهم، أي رسالة نقدر نوجهوها لهذه الفئة بالذات تلاميذ راح يجتازوا امتحانات شهادة التعليم المتوسط؟ والله قبل التلاميذ رسالة توجه الأولياء. أولياء. لأن الأولياء هم اللي الضغط موجود عندهم وينقلوه للأسف بدون وعي إلى أبنائهم. اليوم الرسالة الموجهة للأولياء أن يجب طمأنة أبنائنا أولا بأن هذا امتحان عادي مثل امتحانات كما قال الأستاذ الفصلية، احنا كنا في بعض المؤسسات التربوية نديروا امتحان تجريبي نحضروا الجو ربما نقل التلميذ مع الجو هذاك، يعني يعرف التفوج نتاعو يعرف البروتوكول المطبق في الامتحانات الرسمية. اليوم طمأن التلاميذ أنهم راح يمتحنوا في أسئلة في مواد درسوها، هذا أولا. ثانيا اليوم نظن اليوم يوم راحة المفروض ياخذ التلميذ يخرج هو والعائلة برا يفطر برا ينحي هذاك الضغط هذاك اللي ربما منذ 15 يوم او اكثر والتلميذ يحضر في نفسه. اليوم موش يوم تحضير، اليوم يوم راحه، يوم طمانه ان التلميذ اللي يخدم، احنا نتكلموا على التلميذ المتوسط العادي اللي يحضر، ممكن جدا تلاميذ حتى اللي عندهم مستوى اقل من المتوسط السنه ان شاء الله يكونوا في اريحيه، وانا نطمئن ابنائنا التلاميذ ان في كل مره كانت فيها مواسم استثنائية في قطاع التربية كانت الأسئلة يعني في متناول الجميع يعني على أقصى حدود. اليوم الوضعية استثنائية كما يعرف الجميع، أكيد زملائنا في 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 مختلف المؤسسات التي سوف يعني تعمل على وضع الأسئلة هذه راح تكون يعني على وعي من هذا الموضوع أن الأسئلة تكون في متناول التلاميذ، يعني طمأنة ثم طمأنة ثم طمأنة، يعني ماهوش امتحان. أنا ضد الأفكار تاع مصيري ما مصيري شغل كأنه نهاية العالم، لا، هذا مجرد امتحان يمر به مرحلة معينة من المسار الدراسي يمر بها التلميذ، يجب مرافقته تطمينه وعدم يعني أنا نقول دائما يجب التهوين وليس التهويل. تهوين الأمر أن التلميذ هذا موالف تخدم موالف تروح الامتحانات عادي، اليوم هذا امتحان عادي
طمأنة ثم طمأنة ثم طمأنة. صحيح نمام، من هذه النقطة أمر الأستاذ عز الدين زروق، هناك أساليب عدة ينتهجها أولياء التلاميذ فيما يخص أو تحسبا لهذا الامتحان. هناك أسلوب التهديد، أسلوب الترهيب، لقد يدفع بعض التلاميذ للهروب من المنزل أستاذ حرش، ليس كذلك؟ وهذا خوفا من ردود أفعال أوليائهم إذا ما كانش وما خدموش في هذا الامتحان. متأكد أن العديد من المرات مروا عليك العديد من الأولياء اللي جاوا اشتكوا من هذا الموضوع، في هذا الإطار أي تفسير أو أي نصائح تقدمها أستاذ عبر شاشة الشروق الإخبارية فيما يخص هذه الفئة من أولياء التلاميذ لينتهجوا أساليب الترهيب أو التهديد؟ شكرا لك، بارك الله فيك، معناتها أشكرك على هذا السؤال، يعني في محله جدا. وصراحة ما نحبش نذكر تلك الأحداث أو الأمور المؤلمة التي كانت جارت سنوات سابقة، لعدة سنوات، ربما كل سنة كانت تحدث، وليس حادث أو حادثتين، ليست الفرار فقط ولكن الإلقاء من أعلى المباني، الانتحار وما إلى ذلك. هذه الأمور السوداء المؤسفة التي لا نريد أن نعيشها، وهذا لما نرجع إلى الأسباب الدوافع تها نعود مباشرة إلى كما قلت تهديد الأولياء، وهذا شيء معناتها شيء يندله الجابين. كما أسبق وذكر الأستاذ أنه كلمة امتحان مصيري، وربما هنالك من الأولياء خاصة النساء اللي ما تنجحش البنت تاعها تروح معناتها تتغاشى وتتحدث لها معناتها أحداث يعني غريبة جدا. يعني هذه الأمور لابد أن نتجاوزها ونتعامل معها بطريقة علمية، ونعرف بأن هؤلاء الأبناء، وكم من عالم رسب 3 مرات في البكالوريا و5 مرات، واليوم راه عالم وربما له أطروحات وله قوانين يعمل بها كل العالم. وبالتالي على الأولياء أن معناتها يكونوا متعقلين في هذه الأمور ويتعاملوا مع هذه القضية بعلمية وبواقعية، واللي ما نجحنا ينجح العام الجاي، ولكن احنا دائما نحفزهم للنجاح، والأولياء راهم قدموا ما يمكن أن يقدموه معناتها وهم مشكورين على ذلك. الآن لابد لأبنائنا كذلك أن يعرفوا بأنه السلوك مثل هذه السلوكات لن تقدم ولن تؤخر في النتائج، بل بالعكس تزيد تجعلنا نعيش مآسي، وهذا المآسي نحن في غنى عنها، نحبين نفرحه، واللي ما فرحش السنة يفرح العام الجاي، وهو هذا هذه هي الأمور. إذا كان كلمة أخيرة كذلك بالنسبة لي، كما قال زميلك في البلاطو، قال رسالة من الأساتذة ومن نقابل الأولياء، احنا عندنا رسالة من الأولياء إلى الأساتذة. الأساتذة نقولوا لهم يعني في هذا الجو تاع الامتحانات، وهم مشكورين على ذلك أنهم في كل سنة برهنوا على ذلك، طاقم إداري وأساتذة وحراس اللي عايشين مع التلاميذ، أنهم يكونوا يعيشوا تعايش سلس مع التلاميذ، ما يكونش هناك تلك الصرامة وتلك معناتها الوجه العبوس، بل بالعكس استقبال التلاميذ ببشاشة وتوجيه، وهذا الذي عهدناه منهم على كل حال، مشكورين على ذلك. وإن شاء الله يكون هذا فرح، نفرحوا جميعا، نفرحوا الأولياء والأساتذة والأبناء، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله وبارك الله. جميل، نفس السؤال ونفس ربما المعلومات الموجهة من طرف الأستاذ عز الدين زروق سنناقشها بالأستاذ. ربما ما رأيك أستاذ في هذا الفئة بالذات من الأولياء، حتى بالنسبة لأسلوب المقارنة ربما ما طرحناهاش كنقطة مهمة، كذلك مقارنة التلميذ بربما زميل له أو حتى بالنسبة لأخ له، لما نحطوه في القفص أو قفص الاتهام بما أنه أنت ما خدمتش كما زميلك أو كما أخوك أو حتى بالنسبة لأصدقائه، الآن هي نقطة ربما قد يعتبرها أولياء التلاميذ بنقطة بسيطة، لكن بعقل تلميذ بعمر الذي يجتاز امتحان شهادة التعليم المتوسط قد تؤثر عليه سلبا، مثل نقطة سياسة الترهيب أو نقطة التهديد كذلك. شكرا لك، أحسنت يطرح هذا الموضوع، لأن أغلبية أولياء، نقول أغلبية، يمشوا في 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 مقارنة حتى مع أنفسهم. يعني نشوف الولي يقارن ابنه بنفسه أو مع أخوه أو مع جاره، هذه خطأ كبير، لأن كل واحد وشخصيته، كل واحد وتكوينه، كل واحد
وكيفاش يقولوا وقدراته. ما نقارنش الاخ مع اخوه، ما نقارنش التلميذ مع جاره، ما نقارنش نفسي ولا نقارن ابني معايا انا. دع الولد ولا التلميذ يعني يكون شخصيته، يعني انت رافقه في العمليه التربويه، في الامتحانات، في المحطات المهمه هذه، ولكن ما تحاولش تفرض عليه. حتى بالنسبه للتوجيه، انا نفتح قوس بالنسبه للتوجيه، التوجيه المدرسي نحس باللي الاولياء ربما الحاجه اللي هما ما قدروش يديروها هما يحبوا بلادهم ولادهم يديروها. اللي ما كانش ما قدرش يكون طبيب يحبوا ولادو يكون طبيب، اللي ما قدرش يكون انجينير يحبوا ولادو يكون انجينير. هذا يعني تدخل في المسار في غير محله. اذا نقول باللي هذه المقارنه هي مقارنه خاطئه، ربما تفرض على التلميذ او الابن انه يحب يلبي الرغبه نتاع الولي نتاعو، يعني في يعني ضد اسمه الحاجه نتاعو اللي حبها هو. وهذا الشيء يعني ربما ياتي بسلب، كما قلت ربما الاولياء يظنوا انهم يعملون يعني خيرا في هذا المول، وما العكس هو يعني شيء سلبي. بالنسبه للرساله نتاع زميلنا سي جمعيه دوله التلاميذ، شوف لازم نعرف باللي المعلمين والاساتذه هم اولياء التلاميذ قبل اوليائهم، يعني نجاح ابنائنا هذو هو نجاحنا احنا يعني، لان لما المعلم او الاستاذ يبذل مجهود طول السنه الدراسيه، اليوم لما تلميذ يجيب نتائج مليحه اعتقد ان الاستاذ المعلم يحس بالفرح قبل الولي، لانه يشوف بلك النتائج نتاع الخدمه نتاعو خرجت في الميدان. اذا بالنسبه للاستقبال اكيد كذلك فيه توجيهات او ربما تربويه تمدت الاساتذه من اجل استقبال الجيد للتلاميذ، وضعهم في اريحيه يعني كبيره حتى يعني يكونوا في وضعيه نفسيه مريحه. بخصوص التحضيرات نتاع الابناء، نظن باللي الاسره التربويه ككل رغم استثنائية الموسم هذا قامت بالواجب، الأولياء كذلك قاموا بالواجب. اليوم ننتظر نتائج بأريحية، ما لازمش ندير الضغط على التلاميذ. حتى في اليوم الأول تاع التلاميذ تاع الامتحان عفوا، ما لازمش ندير مقارنة ما بين الأجوبة تاع كل تلميذ، هذه كذلك خطأ، لأن ربما تأثر على ما بعد اليوم الأول من الامتحان. لما نقارن النتائج نحس بنوع من خلي أنا خدمت، أنا كتلميذ خدمت، خلي النتائج بعد نهاية كل الامتحان، ما لازمش نبدأ في اليوم الأول نشوف نتائج الاجابه نتاعي اذا كانت صحيحه ولا خاطئه. اذا كان ممكن، اذا كان كلمه اخيره، انا نظن ان كل الظروف مهيئه من اجل نجاح هذا الموعد التربوي لابنائنا. اتمنى التوفيق لجميع ابنائنا التلاميذ. ربما اخص بالذكر بنت اختي العلوي مروه، اللي ربما هذا الموعد هي تشوف فيه كبير، ولكن انا نهون منه في كل مره نقول هذا موعد عادي جدا. التوفيق ان شاء الله لكل ابناء التلاميذ في هذا الامتحان. صحيح. لهذه النقطه قبل ان اختم اعود للاستاذ عز الدين زروق لكي اناقشها معك. استاذ عز الدين زروق انت معنا؟ نعم. جميل. طيب نقطه مهمه كذلك، بما انه نعيش في ظروف خاصه كما سبق واشرنا في ظل تطبيق البروتوكول الصحي، الآن التخوف انتقل من التلاميذ إلى أولياء التلاميذ، كذلك هناك من أصبح هاجس بالنسبة له هذا الوباء المستجد وفيروس كوفيد 19، ويجعل منه ملف نقاش رئيسي عوض امتحانات شهادة التعليم المتوسط. هنا لهذه الفئة من أولياء التلاميذ، كيف في أي إطار وجب أن تنصحهم أستاذ عز الدين زروق؟ والله نحن في السنة الثانية من كوفيد، ونتعامل مع هذا الكوفيد بتدابير البروتوكول المعمول بها دوليا، والمؤسسات التربوية توفر وتعمل وتسهر على تحقيق ذلك على مستوى مؤسستها مع التلاميذ وحتى مع الأساتذة وحتى مع الإداريين من كمامة ومن أمور ذلك. أنا أرى بأنه لابد أن نصل إلى تلك الدرجة التي تصبح الكمامة للمصاب بالزكام تصبح شيء طبيعي جدا، حتى كما كان يحدث في كثير من الدول المتطورة كاليابان مثلا. وبالتالي نحن اليوم في هذا الأمر لا ينبغي أن يناقش. نحن الآن لابد أن نكون أن نتعامل طبيعيا مع هذا الوباء بكل صراحة، أن تكون هذه التدابير أن نتعايش معها بسلاسة. ثم الأمر الثاني الذي هو الدراسة، جربنا السنة الماضية وجربنا الفصل الأول وجربنا الفصل الثاني، ونحن درسنا ودرسنا وتعاملنا مع تلاميذتنا وأبنائنا وفق هذه التدابير. وبالتالي
الآن الأمر مفروغ منه ولا وغير خاضع للنقاش، يعني صراحة أنا أرى أنه غير خاضع للنقاش. والآن قضية أننا نتعامل مع هذا الأمر بأمور طبيعية ونتوجه ونلتفت إلى الدراسة وإلى المقررات، وننصح أبناءنا بأن يتعايشوا معه وأن يعملوا معه، هذا هو الذي ينبغي أن يكون، وننتظر النتائج. الآن في نهاية الفصل لا يمكن أن نعود ونضع ملف أو قضية الكوفيد والتدابير وما إلى ذلك على طاولة النقاش، هذه أمور غير قابلة للنقاش صراحة. طيب جميل، وصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح القيمة. عشية امتحانات شهادة التعليم المتوسط، الأستاذ عز الدين زروق كنت معنا عبر الهاتف مباشرة. أمر الآن لكلمة أخيرة للأستاذ جهيد حيرش المكلف بالإعلام بالنقابة الوطنية لعمال التربية. شكرا، التوفيق كل التوفيق لأبنائنا في هذا العرس التربوي، إن شاء الله ربي يفرح جميع العائلات إن شاء الله. أنا قلت بلي هذا يوم قطف الثمار إن شاء الله، قطف الثمار الموسم صعيب، أكيد ما نقدرش ننكر أنه موسم صعيب للمعلم وللمتعلم اليوم، ولكن ربما نتائج إيجابية اللي تكون إن شاء الله في جميع المؤسسات التربوية والعائلات راح تنسينا تعب اللي تعبنا في خلال الموسم الدراسي. كما قال الأخ زروق، تعايشنا مع المرض الحمد لله كمجتمع كقطاع، اليوم الحمد لله رانا في مرحله نتاع نهايه موسم دراسي. نتمنى ان شاء الله النجاح لجميع ابنائنا كما قلت، والتوفيق والسداد للجميع. شكرا جميل، اشكرك جزيل الشكر استاذ جهيد حيرش المكلف بالاعلام بالنقابه الوطنيه لعمال التربيه، شكرا لك، كل التوفيق للتلاميذ الذين سيجتازون الامتحانات، امتحانات شهاده التعليم المتوسط، وكذا بالنسبه للمؤطرين والاساتذه الحراس بالتوفيق لهم كذلك.